عرفت إحدى المؤسسات التعليمية المعروفة بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الاثنين حالة استنفار عقب إقدام تلميذة على الانتحار شنقا. وأوضح مصدر مطلع لشوف تي في أن الأمر كيتعلق بتلميذة كتدرس بسنة ثانية بكالوريا كتنحدر من مدينة بن ملال وتعاد من التلميذات المتفوقات دراسيا، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل داخل غرفة بالأقسام الداخلية. وأشار نفس المصدر إلى أن المصالح الأمنية وفور علمها بالواقعة حلت بعين المكان من أجل معاينة الجثة وفتح تحقيق للكشف عن الأسباب اللي دفعت بالتلميذة إلى إنهاء حياتها.